لسه كبير طبعًا. الاغنيه حلوه قوي على فكره، ومودها لطيف وعامل مشاهدات كمان كبيره قوي. كنت متوقع ان انت بعد غياب شويه كده وترجع بحاجه ريتميك ومختلفه عن حاجات خالد اللي كانت قبل كده، هتعمل الفيدباك ده؟ بصي يعني عاده بشتغل وبعمل اللي عليا وبسيب رد الفعل ده للجمهور وبتوفيق ربنا بصراحه يعني ما بحسبش، بس هو طبعا بيبقى فيه عناية شوية في الاختيار، يعني ببقى متأني جدا في اختياري للحاجة اللي هترجعني. أنا كنت فعلا نفذت أغنية قبل لسه كبير، وكانت المخطط إن هي دي اللي كانت تنزل. أول ما قعدت مع الشاعر الجميل العزيز، الشاعر الجميل وليد الغزالي صديقي وحبيبي اللي بوجه له تحية كبيرة جدا، وسمعني المطلع بتاع الكلام، قلت له حالا يعني نشتغل حالا على الأغنية. لسه كبير، في ناس قالت شبه اللي بعنا لراغب علامة، الكلام ده ايه؟ سمعت الكلام ده كتير. طب وانت بتنفذها كنت حاسس؟ انا اول ما سمعتها قلت لهم انها شبه بجد. مش هنضحك على بعض، بس اصل بحر الغنى والمقامات والستايلات مش فيها حاجات بتبقى شبه بعض، يعني لازم هتلاقي فيها حاجات شبه بعض. ومش عشان هي شبه حاجة فأنا ألغيها، لا يعني أنا ممكن أبقى موجود بس بستايلها بطريقتها هتبقى واخدة طريقها. يعني محمود خيامي عامل أغنية لحن ولا أروع مع طبعا الأستاذ رغب علامة، بس الأغنية دي بعيدة كل البعد، هو كل ما في الموضوع أن في اللي منا واللي بعنا. ويمكن الكونسبت بتاع الكلام انه حد طب مع السلامه واحنا مش فارق معانا وكده، بس ده مختلف عن ده خالص خالص. يعني كمعنى يمكن يكون واحد، والاغاني كتير جدا كثيرا ما تقترب وجهات النظر بيسموها الرؤيه بتبقى واحده. لما يشبهوا اغنيتي برغب علامه انا مبسوط قوي، ده راغب علامة يا جماعة، يعني ده راجل ميجا ستار وراجل عنده اسم وليه نجاحات، فلما اغنيتي تبقى شبه اغنية راغب علامة انا بقى سعيد جدا. لما يشبهوها بأغنية برضو لزملاء وفنانين ليهم اسم وليهم احترامهم لفنهم وليهم محبتهم، ليه لا؟ بالعكس، بس اللي يركز قوي هيحس ان دي حاجة ودي حاجة.